السلام عليكم عم مختار، يومك طيب ان شاء الله. عندي تويوتا تندرا، هذه تويوتا تندرا، هذا محركها. فيها مشكلة عم مختار، فيها ضعف العزم. مع العلم ان نزلت التانك ونظفته وشفت البومبوتشي ما هي مضخة الوقود، غيرتها واستبدلتها بواحدة جديدة، ونظفت الرشاشات ونظفت الشماعي وغيرت البومبينات، غيرتهم وأكدت على الحساسات، حساس لامبروكم، حساس الكرنك أو الكولو نحن نقول عليه. ولكن يا عمي اختار فيها ضعف في العزم، سيارة فيها ضعف في العزم، يعني تو نولعها وتسمعها وتشوفها على المقطع الفيديو ان شاء الله. وبارك الله فيك عم مختار على النصيحة وعلى المعلومة، جزاك الله عنا كل خير ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طبعا مختار كيف ما انت تشوف العداد، ده في مكانه. عندي اللمبة هذه فور اتش اي ولمبة تشيك ولع واضحة. توا انا نبيك تشوف محرك من قدام. فيها دخنة كما انت تشوف. حرك كثير ما وصلتش الحل، ما عرفتش الحل اللي هو الحل الجدي او الحل المناسب. شفت الميكانيكيه وشفت صلحته بروحي وبرضه ما زالت نفس السياره، نفس المشاكل، نفس المشكله، يعني ما تغيرتش عليها. ضعف في العزم، شريت لما تشري عليها تضغط شويه وبعدين ترخي، تسرق لها سرقه، تمشي مرات. فخليك معايا يا عم مختار عشان نبي نوريك لما نشريد. ممكن قلت انا، ممكن انت في واحد الفيديوهات قلت ممكن الحساس بتاع الشارتور، قلت ممكن الحساس هذا الحقيقة اني انا ما غيرتاش، لكن قلت انا نستشير عم مختار ويعطيني المعلومة الصحيحة. فعم مختار خليك معايا توا، انا بشري لها سيارة، يعني نبي ندوس على الشارتور، فنبيك تركز معايا شوية. الله يفتح عليك عم مختار وشكرا على المعلومة. شوف عم مختار، شفتها؟ طفت، فيهاش عزم. تولع، لكن في ضعف في العزم. تو انا نسجلها بشويه الشارتور. معاش بس تزيد.
البلاورة شفته تطفي السيارة. فجزاك الله ألف خير عم مختار وعلى المعلومة. فأتمنى إني وصلت لك الصورة واضحة يعني، وهذا ما فيها السيارة. فأتمنى إنك تفيدنا وجزاك الله عنا كل خير على المعلومة وعلى النصيحة، ونسأل الله إنه يوفقك ويعينك. بارك الله فيك عم مختار، فمن الله عم مختار.